ديزني جونيور تقدم لحظة سحرية لفامبيرينا. فامبيرينا وعائلتها دعوا جيرانهم آلا بيبل سونز للانضمام لهم في رحلة تخييم على الطراز الترانسلفيني. ما الخطأ الذي قد يحدث؟ أعرف هذا الصوت جيداً. هذا يعني أن ولفي هناك في هذه الغابة؟ وقد تحول لمستذهب. لنفترق الآن ونبحث عنه. ديمي، غريغوريا، أنا تمثال حديقة، صدقوني. ديمي، غريغوريا، لا بأس، أدنى وأدجر ليس هنا. هذا الوضع ليس مريحاً لظهري أبداً. لقد تحول ولفي وهو في الغابة. اذهب مع بوبي وفي للبحث في هذا الاتجاه، وسأذهب أنا وأكسانا من هنا. خذوا بعضاً من هذا أولاً. ما هذا؟ إنه تراب القمر. لو لمس ولفي سوف يعود لطبيعته مرة أخرى. فهمت. أتعرف إدغار؟ حان وقت العودة. لكن أمي، لم نرى ذا القدم بعد. لابد أنه هنا في مكان ما. ذا القدم! لا، يكفي هذا، سنعود إلى المخيم في الحال يا فتى. حسناً. من أي طريق كان المخيم؟ لا تقلقي، لدي خريطة المخيم وكشاف أيضاً. نفدت البطارية. ذو القدم؟ ضاعت الفرصة ولم أستطع تصويره. هيا، لدينا مشاكل أكبر الآن. في، هل ترين أي شيء؟ انظري، والدتك وأدجر، وها هو ولفي. دامي، تروى الفت انتباه ولفي، أبعده عن أدنى وأدجر. لهذا لقبي شبح المهام الصعبة. هذا ليس لقبك، ولكن يليق بي. أمي، لا أرى شيئاً. دامي، لف حوله ليشعر بالدوار. الآن غريغوريا، أمسكي قدم ولفي ليثبت. سأثبته في الحال. ودعوا البقية لي. بوبي! بوبي، أنا سعيدة أنك هنا. كان هناك شيء مخيف في الغابة. كان ذا القدم، لكن نفدت بطارية الهاتف في أسوأ لحظة. هل عاد؟ أهو مستذئب؟ لا، هذا هو ولفي فحسب. ولفي، أنت بطلنا. لابد أنك أخفت ذلك الشيء الذي كان يعوي. رحلة تخييم هانتلي ترانسلفانية الطراز كانت ممتعة ومليئة بالمغامرات المخيفة مع الأصدقاء والعائلة. واصلوا المتابعة للحظة سحرية أخرى، وسيمكنكم مشاهدة فامبيرينا على ديزني جونيور. انقر شاشتك لفيديوهات أكثر، وافتح ديزني جونيور لمشاهدة عروضك المفضلة.